نظمت الشركات والمؤسسات والهيئات العاملة في مبنى أركبيتا احتفالا كبيرا بمناسبة ذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، كما أعلنت عن تدشين أكبر علم على مبنى أركبيتا، وذلك بحضور سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان. بادرت شركات ومؤسسات والهيئات العاملة في مبنى أركبيتا بإقامة احتفال كبير بمناسبة ذكرى تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم والعيد الوطني المجيد، خالقة جوا مدهشا من الفرح مع تدشين أكبر علم على مبنى أركبيتا. واضح أن يعني ملامح الفرحة عمت البلد من كل جانب، واليوم احنا طبعا في خليج البحرين متواجدين بعد ما خلصنا جلسة مجلس الوزراء، شفنا هذه الاحتفالية الجميلة اللي نظموها جماعة أركبيتا، وحبينا نكون جزء من هذا الاحتفال ونتواجد بين وبين كل الحاضرين إن شاء الله، والله يدوم على بلدنا الأفراح والأفراح الجميلة والخير والبركة والأمن والأمان. اولا احب اهنئ القياده برئاسه جلاله الملك حفظه الله والحكومه الموقره برئاسه سمو رئيس الوزراء وبدعم سمو ولي العهد على هذا اليوم، واللي هو يعني احنا نحتفل اليوم قبل اوانه بس بالعيد الوطني البحريني. طبعا الاحتفال اليوم يعني يوم سعيد، يكون في موقع جميل يضم كل موظفين اللي موجودين هنا في المبنى، من موظفين من مجلس التنمية الاقتصادية، موظفين طبعا شركة أركبيتا، موظفين من ممتلكات من عدة جهات حكومية ومن القطاع الخاص، يأتون اليوم مع أهاليهم أخوانهم خواتهم عيالهم للاحتفال بالعيد الوطني في موقع فريد من نوعه، ويوم سعيد الكل يحتفل به ويكون سعيد بعيدنا الوطني. حبينا كلنا نتجمع في هاليوم العظيم ونحتفل ببلدنا البحرين ونراوي العالم ايش كثر احنا نحبها. مثل ما تشوفون الاحتفال يشمل الاهالي والموظفين والكل لابس يعني الوان العلم، كل هاي تقدير وحب للبحرين. الاحتفال جذب العاملين وأسرهم من زوار البحرين، جميعهم اجتمعوا في خليج البحرين حيث الأنشطة الإبداعية التي شكلت منصة مفتوحة للإبداع والتعبير عن حب المملكة. والله الأجواء حلوة وحاسين بالروح الوطنية وايد، وما قصروا وحطوا لنا يعني كل شيء نتخيله يعني موجود، طلعونا من جو الشغل لجو الاحتفال، وهاي عيد الوطن عيدنا كلنا. الاحتفال وايد حلو والأجواء وايد حلوة، وصراحة حبيت أهنئ القيادة الرشيدة مناسبة العيد الوطني، الجو وايد حلو والكل مستانس والكل فرحان. اليوم طبعا لا ينوصف، الكل ينطره، يوم جدا جميل يثلج الصدر، وخاصة أن طبعا شركة ممتلكات والشركات جميعها في أركبيتا بيلدينج ساهموا بشكل فاعل في يعني ظهور هذه الفعالية بهاي الشكل الجميل، وطبعا التراث كله نقله اليوم عندنا في مبنى أركبيتا، تراث البحرين كله موجود عندنا في اليوم هني، صراحة شيء جدا جميل يثلج الصدر. الاحتفال ضم معرضا خاصا بالقطاع الفنية الجميلة واللوحات التي تعكس الثقافة البحرينية، بالإضافة إلى عروض حية لمجموعة من الحرفيين وأصحاب الأعمال اليدوية الشعبية، إلى جانب زاوية خاصة بالمأكولات الشعبية. أحب أهني شعب البحرين وجلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء وولي العهد بمناسبة اليوم الوطني العزيز علينا وعليكم. نقول من الشعب السعودي ألف مبروك للشعب البحريني، ويعني هذا اليوم يوم عزيز عليكم وعلى الوطن، وحبيت يعني أجي هنا وأحتفل معكم كمان في يومكم الوطني، وفرصة سعيدة والله. نهني جلالة الملك سيدي رئيس الوزراء وسيدي ولي العهد والحكومة وشعب البحرين كلهم على العيد الوطني المجيد إن شاء الله.
كان المهرجان فعلا مليئا بالسعادة النابعة من الحب العميق لمملكة البحرين.